ماذا نعرف عن أمراض الهستيريا، أعراضها، أسبابها، سبل التشخيص، أدوات واحتمالات العلاج؟ كيف يقارب المغاربة المرض وبأي منطق يدبرونه ويتعاملون مع نوبات الهستيريا؟ أي تقييم لبنيات وكفاءات علاج المرض في المغرب؟ وهل يستقيم الحديث عن سبل للوقاية من الإصابة به؟ ثم ما مداخل الرفع من الوعي بالصحة النفسية للقطع مع تدبير خاطئ للأمراض تكون له عديد تداعيات على المريض، محيطه، وعموم المجتمع؟ الهستيريا موضوع العدد المقبل من برنامج بدون حرج. بدون حرج يأتيكم عند الأوقات التالية على قناتكم ميدان تي في.